مرحبا. بعرف انه كتار منا دايما عنا عقدة بوجنا، حدا بده ينصح وجهه حدا بده يضعف وجهه. اليوم رح فرجيكم على وجهي كيف رح ضعف ميلة ورح نصح ميلة تانية. انا حطيت على وجهي كريم الاساس، وعبالي اعطيكم سر لتنقوا انتوا وقت بدكم تشتغلوا الفاونديشن تعرفوا تنقوا اللون المناسب لوجهكم، هي انه تحطوا نقطة صغيرة من الفاونديشن على وجهكم على الطرف مثل ما انا هلا عم بحط، وبتطلعوا بضوء النهار. إذا حسيتوا إنه على ضوء النهار عم بيطلع لون مناسب لبشرتكم بيكون هيدا هو لون الفاونديشن، لإذا كنتوا عم بتنقوه من بالليل من عشية مش رح يبين على الإضاءة الصناعية إذا هيدا هو اللون المناسب لإلكم أم لا. من بعد ما تكونوا حطيتوا الفاونديشن كريم الأساس رح نحكي اليوم عن الكونتورينج، أم تحديد الوجه كيف بيتم وأي لون بتختاروه لوجهكم. رح فرجيكم بالكونتورينج الباليت اللي عندي إياها كذا لون، في ألوان كتير، ألوان غامقة وألوان فاتحة. أنا لنهار رح أستعمل لون فاتح، وفي أكيد بالليل إذا ظاهرة وفي الإضاءة الصناعية في نقل لون الأغمق. رح فرجيكم هلا على اللون الفاتح كيف بدي أعمل تحديد للوجه. دايما نبلش من تحت على الدقن، بترجعوا كأنه عم بوسوا حدا، بتحطوا على الكريس ام تحت العظم دغري بالخدود، بتحطوا كمان اللون الغامق. اما بالنسبه للانف يلي هو اهين شيء، بتحطوا على الطرف الغامق. اول ما طلعوا على وشكم هيك حيبين كثير في برقع. لتفوتوهم ببعض وتعملوا لهم بلندنج بترجعوا بالكلينكس بتنطفوا بقيه الفاونديشن ام كريم الاساس على المحرمه، وبترجع بتفوت الفاونديشن كله ببعضه بهي الطريقه بحركات دائريه. دايما لما تتغلبطوا انتوا عم تعملوا تحديد الوجه ام الكونتورينج نقوا لون اغمق من لون بشرتكم بدرجه ام درجتين. لترجعوا تثبتوا تحديد الوجه كمان بنستعمل لون، انا استعملت اللون البني الغامق بريش العريضه، بترجع بتحطوا فوقه هيك لترجعوا تاكدوا عم تحددوا اكثر بعد تضعيف الوجه. والسر الثاني وقت نكون عم نعمل كونتورينج ام تحديد للوجه لازم تحطوا لون كمان فاتح تيبرز اكثر اللون الغامق. انا اليوم رح استعمل كريم بيجي فاتح وفيه لمعه بسيطه، رح احطه على اعلى الخدين وعلى الانف من قدام تحت الشفاف. وقت تكونوا عم بتحطوه بطريقه لفوق طالعه تتوهموا العالم انه وشكم مشقول لفوق، يعني مبين اضعف. وبترجعوا بتحطوا بالبودره الفاتحه بريش العريضه اكيد، بترجعوا بتحطوا نفس المحلات اللي فتحتوا فيها وشكم قبل بالكريم. اهم شيء انتوا عم تشتغلوا يكونوا عم تشتغلوا بريش عريضه لتقدروا تفوتوا الالوان ببعضها وما يبين انه في محلات مبرقح فيها الوجه. فيكن اكيد ترجعوا تحطوا نقطه صغيره بلاش بس من قدام. مثل ما لاحظتوا البلاش اللي كنت عم بحطه حتى الكريم الغامق اللي كنت عم بحطها بوجهي كنت دائما عم بعملها للطالع، وكل شيء بالوجه بيكون شائل عم بيكون طالع صوب العالي بيعطي الوجه اطول يعني ارفع. رح فرجيكم حتى بالحاجب كيف يساعد الوجه على انه يبين ارفع. دايما الحاجب لازم يكون كتير عالي، يعني الارتش اللي عندكم اياها ام العلو اللي عندكم اياها على الطرف بتعلوه زياده. انا حعليه بلون اي شادو مثل لون الحواجب، وبترجعوا لتبرزوا اكثر الحاجب العالي بتستعملوا لون فاتح تحت الحاجب دغري مطرح ما عليته. بتعلوا حاجبكم هيك بايدكم باصبعكم بترجعوا بتظبطوهم بالبلندنج. لاحظتوا وجهي كيف بين مشؤول من هون، عيني بينت شائله اكثر، خدودي بينوا شائلين اكثر، بين الوجه كله هالميله ارفع من هالميله. هلا على الميله الثانيه رح فرجيكم كيف رح نصلح الوجه ام نعطيه خدود اكبر. اكيد قصه الكونتورينج بالوجه وقتها بدكم تنصحوا تنسوها، بتستعمل لون فاتح على كل الوجه لتفتحوا الوجه، لانه كل ما الوجه يكون فاتح كل ما يبين انصح. لاحظتوا كل الوجه عم بحط عليه نفس اللون بلا ما غمق بمحلات وفتح بمحلات ثانيه. ولتعطوا للوجه نصاحه اكثر بتحطوا لون كمان فاتح. انا رح استعمل بلاش كريمي على زهر، ما بتبوسوا حدا بس تضحكوا.
من بعد ما تحطوا اللون الفاتح بنص الوجه تبين انصح، بترجع بتحطوا فوقه لون فاتح بس فيه لمعه، بس لتعطوا الافي اكثر ام الافكت، يعطي اكثر غصاحه. وتذكروا شغله كثير مهمه، دائما الالوان اللي فيها لمعه بتعطي نصاحه ام بتبغص اكثر، والالوان المات يعني ما فيها لمعه ابدا بتضعف اكثر. هيك بنكون نصحنا وجهنا هالميله. رح فرجيكم بعد بالحواجب كيف تبينوا انصح. بعرف الكل كثير بحبوا الحواجب يلي بيجوا كثير مشطوبين ام بيجوا جالسين. رح فرجيكم انه الحواجب الجالسين بنصحوا. لتخلوا الحواجب يصيروا جالسين بدكم تشتغلوا اكيد على انه الحاجب يكون كله على نفس العلو. انا الحاجب عالي شوي من هون، رح اشتغل عليه اكثر من تحت تعطيه تخن من تحت وخليه يبين جالس. احي كيف انا هلا حطيت لون غامق هون، برجع لما يرجع يعمل النزله بحط له من هون تيبين اكثر مشطوب. من هون من فوق فيكم تحطوا كمان نقطه صغيره كمان ليعطي اكثر جالس. وهيك بنكون خلصنا لليوم اللوك. هالميله وجه ضعيف وهالميله وجه ناصح. وهيك تري مره اذا نصحتوا شوي وزدتوا كم كيلو ما تزعلوا، لانه هلا تعلمتوا بالميك اب كيف فيكم تعرفوا حالكم.